طيب امبارح بقى في تصريح كان عجبني كده جدا كابتن عصام الحضري، هو اتكلم عن استعدادات المنتخب في تصريح نشرته الصفحة الرسمية. قال تحديدا كده: لدينا هدف واحد، أن نكون رقم واحد في القارة الإفريقية، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نخوض كل مباراة على حدة. أضاف كمان قال البداية هتكون مع منتخب نيجيريا، بالطبع فريق قوي وبنحترمه وبندرسه جيدا، لكننا من أجل التتويج بالبطولة علينا الفوز على أي منافس. وأوضح كمان أن المنتخب بيتدرب بشكل مكثف وهيخوض مرانه على فترتين، وأضاف التركيز على أعلى مستوى والجميع يتنافس على تقديم أفضل ما لديه ولا يتبقى سوى التوفيق. واتكلم كمان عن حراس المنتخب في المعسكر، هو قال ده بقى اللي عجبني، قال لا يوجد لدينا الحارس رقم واحد، الرباعي هم رقم واحد في المنتخب، هم الأفضل في أنديتهم، ولكن في المنتخب الجميع في تصنيف متساوي، الجميع يتدرب بقوة ومن يشارك في المباريات سيكون وفقا لرؤية الجهاز الفني. فتصريح محترم جدا، وهو ممكن يكون ليه يعني دلالة شوية بعد تصريح كيراش اللي رجع عنه، في اللي هو لا قال لك لا احنا اكيد اكيد هدفنا البطولة، اكيد اكيد عايزين نبقى رقم واحد، ففي بالانس اهو في التصريح. ما كنا من الاول يا ست الكل، مفيش مشكلة بقى خلاص. طيب.